20 نوفمبر 2014 ليوم الاثنين 10 نوفمبر 2014 نتناول موضوع مستقبل العلاقات الدولية والخارجية التونسية. طبعا كل ذلك على ضوء الانتخابات الرئاسية وبرامج المترشحين للانتخابات الرئاسية. سعداء في هذه الحلقة وفي جزئها الأول بالترحيب بضيوفنا الكرام. معنا اليوم في الحلقة الصحفي والناشط السياسي السيد سليم خضير. سليم مرحبا بك. مساء النور. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. معنا ايضا الباحث في العلاقات الدوليه سي بشير الجويني. سي بشير اهلا وسهلا بك. شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا بك. مرحبا. اذا مشاهدينا قبل البدء في النقاش وفي الحوار نتابع هذه الفقره من اعداد الزميله شيماء الوسلاتي ثم نعود. تنقسم كلمة ديمقراطية إلى جزئين، ديموس وتعني الشعب وكراتوس وهي تعني السلطة أو الحكم، وبالتالي كلمة ديمقراطية تعني في مجملها حكم الشعب. تتمثل أهم مبادئها في سيادة الشعب، حرية التدين والاعتقاد، حرية التعبير والإفصاح عن الرأي، حرية تشكيل الأحزاب السياسية، مبدأ الأغلبية المطلقة في إقرار القوانين، ترسيخ قيم الصدق والأمانة والتعايش السلمي، مشاركة الشعب في اتخاذ القرار واحترام المال العام والمحافظة عليه. موضوع الديمقراطية في تونس أسال حبرا كثيرا وصحافة تحدثت عنه كالآتي: تونس الديمقراطية الناشئة وعودة القديم، ممارسة الديمقراطية، تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والثانية والسبعين عالميا، العالم يهنئ تونس، الانتخابات التشريعية درس في الديمقراطية، الاتحاد الإفريقي يرحب بالتحول الديمقراطي الذي تشهده تونس. عدنا لكم مشاهدينا بعد هذه الفقرة. ننطلق مباشرة في النقاش ونبدأ مع سي بشير الجويني باحث العلاقات الدولية. نبدأ بسؤال عام بشير، هل يمكن القول بأنه بخوضها تونس بخوضها الانتخابات التشريعية والرئاسية قد نجحت في تحسين تجربتها الديمقراطية الناشئة؟ شكرا سؤال. طبعا خوض الانتخابات التشريعية هو خطوة مهمة على درب إرساء ديمقراطية فتية، لكن لا أعتقد أنه مجرد خوض انتخابات تشريعية ثانية كفيل بأنه يحمي هذه التجربة الديمقراطية، خاصة في ظل ما تشهد المنطقة ككل من ممكن موجة ردة لعديد القوى الإقليمية اللي ممكن هذا ما يسمى الربيع العربي وغيره لم يعد يروق للبعض. هذا معناه مبدئيا المشهد لا يجب أن يقرأ في تونس بمعزل عن بقية الدول التي حصل فيها تغيير. سنأتي لهذه القراءة. نشوف رأي سليم بسرعة. سليم بخضير، هل أنه الانتخابات حسنت التجربة الديمقراطية وضمنت نجاحها أم الطريق والمشوار مازال طويل وصعب أمام تونس في مشوار الديمقراطية؟ يعني الديمقراطية، أردت أن أعلق فقط على التقرير، هناك نقيصة في الشروط. يعني هو تقرير جيد جدا، يقع استبعاد في الديمقراطية، يقع استبعاد الفاسدين والطبقات المعادية للشعب والمجرمين. هذه النقيصة، يعني أول شروط الديمقراطية أن يقع استبعاد من حق الترشح والانتخاب. الإشكال أن الانتخابات التشريعية فيها إيجابيات وفيها سلبيات في علاقة بالديمقراطية. أعتقد أن من ضمن سلبياتها هو أنها لم تستبعد الطبقات المعادية لفكرة الانتخابات ولفكرة الديمقراطية في البلد. من كانوا ضد الديمقراطية وحاربوها وسلخوا جلود التونسيين ونهبوا أموالهم لم يقع استبعادهم، لأن القوانين التي أتيح إنجازها بمناسبة الانتخابات هي قوانين لم تكن 100% ديمقراطية، باعتبارها أنها عادت من حيث لا تشعر، يعني سطوة الفاسدين الذين يمتلكون المال السياسي الفاسد. هم عادوا بصناديق بصناديق. لا، هم عادوا لا، الصناديق ليست كل الديمقراطية. الصندوق هو خطوة في المشوار الديمقراطي، هناك مراحل تمر بها العملية الانتخابية حتى نقول أن الانتخابات شفافة. نحن عشنا شفافية الصندوق لكننا لم نعش 100% شفافية انتخابات، لأن الحملة الانتخابية شابتها في عمليات فاسدة وممارسات فاسدة. الهيئة المستقلة للانتخابات راقبت الصندوق والمكاتب لكن لم تراقب الإخلالات بالعملية الانتخابية في خارج وعلى عتاب المراكز الاقتراع، مما أدى إلى انتشار المال السياسي الفاسد، مما أدى إلى ممارسة ضغوطات على الناخبين، مما أدى إلى شراء ذمم. هذا أمر لا يمكن إثباته بشكل مادي 100% لكن يمكن إثباته بنسب أقل من 100%، لأن الراشي لن يقول لك أنه راشن والمرتشي لن يقول لك أنه مرتشن. لكن أعتقد أن هذه الانتخابات هي كانت لها سياق أدت إلى نتائجها الحالية. نحن سنعترف بالنتائج لكن بشرط أن تقوم الهيئة
بإصلاح أخطائها في الانتخابات الرئاسية، وأول إصلاح يقع بأن تمارس الهيئة حقها برفض ترشحات العدد من موجودين ضمن قائمة 27 ممن حصلوا على حق الترشح من خلال تزكية مزورة. الهيئة ترتكب خطأ وإثما كبيرا بقبولهم ووضعهم في المنافسة. هناك بعض الذين ثبت عليهم التزوير والهيئة اعترفت بهذا ونشرت قائمات للتزوير، ثم قامت بدل أن تأخذ قرار ابتدائي، قرار قضائي ابتدائي يقع الطعن فيه لدى المحاكم، قامت بقبولهم وأحالت إلى القضاء فقط جانب من التزوير، وهذا خطأ كبير. سليم، لسنا في ورد مناقشة أداء الهيئة، فقط خلينا في موضوع الحلقة واللي هو هذه الديمقراطية الناشئة في تونس. نسأل السيد بشير جويني بصفته مختص في العلاقات الدولية، بشير، كيف يمكن لتونس استثمار هذه الانتخابات وما حظيت به من قبول داخلي وخارجي ودولي، ولو كان هذا القبول كما قال سليم نسبي، كيف يمكن استثمار هذه التجربة دوليا وإقليميا وعربيا؟ طبعا هذه مواصلة الكلام أستاذ سليم، الانتخابات هي خطوة على درب كامل، فأعتقد أنه مواصلتها وأمامنا استحقاقات الانتخابات البلدية وغيرها هي ممكن اللي باش تكون ضمانة لأنها تتواصل ولهذه بذرة الديمقراطية تتواصل. هذا فيما يخص تونس. فيما يخص القوى الفاعلة الإقليمية والدولية، أعتقد أنه الرهان الآن على إنجاح هذه التجربة معناها أمر مقضي، خاصة في ظل ما تشهد ليبيا من قلاقل ومن يعني عدم استقرار. فأعتقد أنه ممكن من أولويات القوى الفاعلة إقليمياً معناها وحتى دولياً أنه حصر المشكلة الليبية وحصر الصراع في ليبيا كي لا يمتد إلى تونس وما وراء تونس من الجزائر ومغرب، ممكن معناها اللي هي ممكن بلدان تكون مهيئة. أعتقد أن هناك مخاطر أو مخططات حقيقية حتى يمتد هذا الصراع من مصر ربما إلى ليبيا إلى تونس؟ هو وجوده في مصر، وجود السلطة الحالية في مصر، ووجود هذا حالة شبه الانفلات في ليبيا وعدم غياب أو غياب الدولة ممكن يأهل الموجة أنها تتواصل، موجة الردة وموجة الفوضى. لكن أعتقد أنه من صالح معناها القوى الإقليمية أنها تراهن على نجاح التجربة التونسية، لأنه لا أعتقد أنه بين فما أكثر من خيار. أعتقد أنه الخيارات المطروحة الآن إما الصندوق ونتائجه، أو بكل وضوح وبكل معناها مباشرتية داعش، لأنه أعتقد أنه هذا الشباب اللي خرج في تونس وفي غير تونس يطالب بحقوق ويطالب بحريات، إذا لم يجد صوته في الصندوق، إذا لم يجد من يمثله بشكل أو بآخر في عملية ديمقراطية تمثيلية، أعتقد أنه البدائل المطروحة أمامه ليست كثيرة، وأعتقد أنه ما تشهده العراق وغير العراق ممكن ينجم يكون أفضل دليل على غياب الديمقراطية والنتائج المفضية إليه. بشير، حلتنا مباشرة للموضوع الليبي، نسأله سليم بخضير. سليم، كيف يعني نعلم جيدا حجم التأثير والتأثر بين تونس وليبيا بحكم أنهم دول جوار، شراكة، عمق استراتيجي، كيف لتونس أن تحمي نفسها من التقلبات اللي تعيشها شقيقة ليبيا، وفي نفس الوقت أن تضمن شراكة حقيقية اقتصادية سياسية في كل مجالات مع ليبيا؟ قبل إجابتك يعني بعد إذنك، أنا عارف أن لابد أن نكون متمسكين بموضوع الحلقة، لكن حين تسأليني عن الكأس فأنت تسأليني بالضرورة عن الماء الذي داخل الكأس. حين تسأليني عن العملية الانتخابية التشريعية، أنا أحلتك للرئاسيات لأن الطرف المتحكم في العملية الرئاسية هو المتحكم في العملية الانتخابية التشريعية. حين تشوبه أخطاء في الرئاسيات فهو بالضرورة أمر سيضعف، ونحن لا نتمنى هذا. مصداقية الهيئة المستقلة للانتخابات في علاقتها بالتشريعيات، وأنت سألتيني عن التشريعيات، أنا أقول لك أن هناك شوائب كثيرة تقف معناها جرس إنذار في وجه مصداقية الانتخابات ككل. أنا لا أشك في النتائج، لكن يقول لك أن هناك شفافية صندوق. الديمقراطية ليست صندوق، الديمقراطية هي مراحل متواترة تؤدي إلى اختيار من يسوس الشعب، هذا أمر أساسي على التوضيح. الموضوع الثاني، أعتقد أن ما يحدث في ليبيا له ثقل في علاقته بتونس، لكن ثقل نسبي ليس مباشر. هناك عوامل تتحكم في المشهد التونسي، المشهد التونسي مشهد يبدو أنه مستقل بذاته عما يحدث في ليبيا، لكن قد لا يكون مستقلا في ذاته في علاقة بقوى متنفذة يبدو أن أنباء تتواتر عنها قد تكون مؤثرة في تونس رغم بعدها الجغرافي أكثر من تونس. لن أسمي أسماء لأن لم ترك أدلة. أقول لك أن هناك قوى إقليمية
لها دور وتلعب دور خفي. لا يعني هناك لاعب أجنبي في تونس يظهر هذا من خلال الإرهاب. هناك لاعب أجنبي قد يكون دولة، قد يكون مجموعة دول، قد يكون مجموعة من العصابات الدولية غير المنتمية للدولة بعينها. هناك لاعب دولي يلعب في المشهد الوطني التونسي. المشهد الليبي يؤثر لكن بنسبة ضئيلة حسب ما رأينا في 3 سنوات الماضية، ليس بشكل مباشر. نحن نرى دم بصدد السريان على الأسفلت، نرى شهداء كل يوم من جيشنا الوطني، من أمننا الوطني، من شاباتنا وشبابنا، من مناضلينا السياسيين. نرى دم، نرى نار تطلق على تونس. هناك نار، هناك خنجر يريدون غمده في تونس وفي الثورة التونسية. هذا اللاعب الغامض هو لاعب مجهول. قد يكون نعرف بعض الممارسين لهذه المهام القذرة، نعرف المجرم الذي يمارس، لكن من يخطط، من يمول، من يفكر، من يعطي الأوامر، نحن لا نعرفه. نحن إزاء عدو مجهول يتلبك بالبلاد حتى لو كان وصلنا إلى نتائج انتخابات طيب شفافة. سليم تحدث هذا خطير. الوضع في ليبيا ليس ذو تأثير مباشر على، لا هو تأثير مباشر لكن ليس هو له التأثير الثقيل. نحن نعتقد أن الأوضاع في ليبيا ستؤثر بالضرورة. هناك سلاح قلت التهريب ذهابا وإيابا. الموضوع هو الأصلي هو تأثير ليبيا ماذا على تونس في الجانب السياسي، هو في موضوع الأمني أساسا. بعد نجوم موضوع الاقتصادي. موضوع الاقتصادي ما نعتقدش أنه فيه مشكلة كبيرة، لأنه حتى الاقتصاديين يقولوا لك يا أزهار، يقول لك صحيح نحن نظرا للأزمة الليبية في فترة بعد سقوط القذافي، تونس وردت الكثير مما أثقل الكاهل معنا السوق الوطني، لكن حتى الاقتصاديين يقول لك هذاك فيه فوائد لأن عملة صعبة تعود. أما الموضوع الأساسي هو أن هناك سلاح. المعركة الليبية غير المعركة التونسية السياسية في تونس. التنفس على الأفكار وعلى المشاريع كان طارت يقع استخدام سلاح المال، أما في ليبيا هناك استخدام للسلاح الحقيقي. أنا أقول لك أنه هذا الموضوع لغز، لغز في جانب منه. يعني هناك لغز اسمه السلاح الذي يدخل من ليبيا. على الأمنيين أن يوضحوا لنا هل هذه حقيقة، كم كمية هذا السلاح، ما علاقة هذا السلاح الذي قد يسرب في استهداف تونس من مناضلين سياسيين أو جيش وطني أو أمن. هذا أمر يستحق معناه تدخل من القضاء ومن النيابة ومن الأمنيين. من يحقق هو يعرف. لكن هناك هذا السلاح يتسمى إياب، يتسمى إياب. أما هناك حديث عن سلاح ذهاب. سلاح ذهاب هو أنه في عهد حكومة باجي قايد السبسي قيل أن الدولة التونسية تحت قيادة هذا الرجل معناها سربت السلاح إلى ليبيا. أعتقد أن هذا الرجل لم ينكر، أما قال راهو سلاح ما عطيناه لهم وهم ما يحتاجوش برشا سلاح وما رجعش السلاح لتونس وما أثرش، ونحن في عهدي أنا ما دخلتش حتى قطع السيابة تسربت. هذه مسألة السلاح الليبي هو لغز كبير. علينا نعرف الحقائق، هل أن السلاح الموجود في ليبيا سواء جاء من تونس ولا من روسيا ولا من ناتو ولا من أي طرف، هو قاعد يتسرب لتونس الآن ولا، وفي 3 سنوات هذه تسرب ولا ما تسربش، وإذا هو تسرب معناها بمخطط ولا ما غير مخطط، وإذا تسرب أدى إلى محاولة استهدافنا، استهداف مدنيين وجيشنا الوطني وأمن الوطني ولا. هذه أسئلة أنا كصحفي لا أستطيع إلا تقديم الأسئلة، لا أمتلك إجابات. أنا أقدم التعليق على الخبر الثابت، هذه أخبار غير ثابتة. أما أعتقد أن هدوء الوضع في ليبيا هو بالضرورة مفيد لتونس، أن نجاح الثورة في ليبيا هو بالضرورة مفيد لتونس، أن عودة الأمن في ليبيا مفيدة لتونس، مفيدة في أكثر من جوانب، من ذلك اللاجئين من جنسيات مختلفة اللي هما بصدد التوافد وايضا اللاجئين الليبي. سنفصل هذه التاثيرات بين تونس وليبيا. خلينا قبل نستمع الى راي الباحث والدكتور المنصف والناس معنا مباشره. سي المنصف والناس اهلا وسهلا بك، مساء الخير. اهلا وسهلا استاذ منصف، اذا كنت تسمع كنا نتحدث عن حجم وحقيقه التاثير والتاثر بين تونس وليبيا وكيف لهذه التجربه الديمقراطيه الحديثه والناشئه في تونس ان تستغلها تونس وحكامها القادمين والجدد في تحقيق شعاع لتونس وضمان مستقبل افضل على مستوى العلاقات الخارجيه والتعاملات بين الدول، ونتحدث خاصه في موضوع الشقيقه ليبيا. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. يعني الشأن الليبي هو ليس شأنا ليبيا خاصا بالليبيين، وإنما يعنينا بشكل مباشر في مستويين متكاملين. المستوى الأول هو تأمين مصلحة تونس
وضمان أمنها القومي والحيلولة دون تدفق الميليشيات والأسلحة باتجاه تونس، خاصة وأن الكميات الأسلحة التي تدور في ليبيا هي كميات هائلة وقادرة على تسليح جيوش أفريقيا بكاملها. المستوى الثاني هو أنه استقرار تونس أيضا يفترض ويستلزم استقرار ليبيا، وهنا نعتبر بأن الحكومة القادمة في تونس عليها أن تكون مشاركة في تأمين هذا الاستقرار، في دفع قوة باتجاه الحوار بين هذه الأطراف المتناحرة في حرب أهلية، والعمل على الوصول إلى صيغة وفاق وحوار بين هذه الأطراف، وإيجاد نوع من الاستقرار في ليبيا حتى وإن كان الأمر يتطلب بعض السنوات، لأنه هذا جزء من استقرار تونس. فالعمق الاستراتيجي لتونس هو ليبيا، والعكس أيضا صحيح. وأنا أعتقد بأن القول على تونس أن تقف موقف الحياد هذا أمر غير دقيق وغير سليم، وأنا أعتبر بأنه اليوم من الضروري أن تشارك الحكومة التونسية في إيجاد هذا الحوار، في إيجاد أرضية وفاق، وفي العمل على أن تستقر ليبيا. سي المنصف، نعم. يعني أنت ضد القول أنه الحديث عن الشأن الليبي أو وساطة تونسية في الموضوع الليبي تعتبر كأنها تدخل في شأن دولة أجنبية؟ طيب سي المنصف، نسألك كيف لتونس أن تتعامل مع حالة الضعف والوهن ربما والتوتر والقلق داخل ليبيا، حكومة ضعيفة؟ أولاً مع من يعني مع من لا توجد ستتعامل الحكومة القادمة والرئيس القادم من المفروض؟ ولكن توجد التعامل، نعم التعامل مع الحكومة القائمة ومع الأطراف السياسية الموجودة في الساحة الليبية من أجل العمل على تقريب الشقة بينها وتشجيعها على الحوار. يعني هذا موضوع مهم ولا أعتبره مستعصيا. والمسألة الثانية هو أننا يجب أن نتفق على أن تونس قادرة على أن تقنع الأطراف المتدخلة حاليا في ليبيا، وهي أطراف إقليمية عربية وأجنبية، إقناعها بالضغط على حلفائها داخل ليبيا من أجل الوصول إلى الحوار، لأنه لا استقرار لليبيا ما إذا ما كانت الأطراف الإقليمية مصرة على التحارب في ليبيا وعلى اعتبار القبائل والميليشيات أيدي عاملة عسكرية ومسلحة لدى بعض الأقطار العربية ولدى تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني من المهم جدا أن الدبلوماسية التونسية القادمة أن تعمل بقوة من أجل خلق حالة من التوافق الإقليمي بين الدول المعنية بالشأن الليبي، وهي حوالي 6 دول تقريبا، من أجل الاقتناع بضرورة إنقاذ الشعب الليبي والذهاب إلى حالة من الحوار والتوافق وإلقاء السلاح من أجل إنقاذ ليبيا. إنقاذ ليبيا ليس شأنا ليبيا إطلاقا، بل هو شأن تونسي بالدرجة الأولى وشأن عربي وإقليمي ودولي بالدرجة الثانية. أستاذ منصف، سؤال أخير في دقيقة من فضلك دوراً. كيف قرأت قرار حظر نشاط القوى السياسية اللي تعيش في تونس ومنحها من مزاولة نشاط السياسي بعد الزيارة الأخيرة لليفي برنار ليفي الفيلسوف الفرنسي وما أثرته من جدل؟ هل تعتبر هذا الحظر من شأنه أن يؤثر على العلاقات بين البلدين، أو من شأنه أن يحمي سيادة تونس وأمنها الداخلي؟
يعني أولا يتوجب أن نشير إلى أن تونس كانت دائما سخية مع الأشقاء في ليبيا، فاستقبلتهم سنة 1911 حينما ألم الاحتلال الإيطالي بليبيا، واستقبلت في الفترة الفاصلة بين 1911 و1950 أكثر من 150 ألف ليبي، استقبلتهم بالمئات الآلاف سنة 2011 ثم في صائفة 2014. هذا الكرم لا يجب أن يزول، بل يجب أن يستمر، لأنه ضرب من ضروب الوقوف مع الشقيق الجار في السراء والضراء. ولكن لابد أن ننتبه إلى خصوصيات الواقع الليبي، عفوا التونسي، وحساسية المرحلة التي تعيشها تونس وهي مرحلة انتخابات، وعلى الإخوة الليبيين أن يتفطنوا إلى هذا الوضع وأن ينتبهوا إلى ذلك. فيما يتعلق ببرنار أوري ليفي، فأنا أشير أنه هو الذي جلب تدخل الحلف الأطلسي إلى ليبيا، وهو الذي أقنع ساركوزي بعرض الموضوع على مجلس الأمن برمته وعلى استبعاد الحل السياسي، وهو الذي أقنعه ببداية التدخل العسكري الجوي الفرنسي في ليبيا. وحينما تدخل الحلف الأطلسي دمر لا شك النظام السابق، ولكنه دمر الدولة الضعيفة والهشة، لأنه لم ينتبه إلى أن الدولة مندغمة تماما في شخص الحاكم، وحينما تمس الحاكم تمس بالضرورة الدولة. برنار ليفي جاء إلى تونس لأمرين اثنين، جاء تلبية لطلب أصدقائه من سلفي بنغازي بقصد فتح قنوات الحوار مع الدولة الفرنسية وتلميع صورتهم، ولكنه جاء لمسألة أكثر خطورة وأكثر تورطا في الشأن الليبي، لأنه جاء للضغط على المجموعات الأمازيغية الموجودة في الجبل الغربي وإقناعها، وهي التي بقيت على حياد إلى حد الآن ولم تحمل السلاح في إطار الاقتتال الأهلي الداخلي، لإقناع هذه الجماعات الأمازيغية. معنا الصحفي سليم بوخذير يحب يوجه لك سؤال. أستاذ منصف هل تسمعني جيدا؟ يسمع فيك، وجه له سؤال. تفضل. يعني فقط لن نتدخل في تعليقك ورأيك، لكن فقط في الخبر أنت ذكرت الآن معلومة أن هذا ليفي أتى بدعوة حسب ما سمعتك يعني من سلفي ليبيا، ومن واللي هو دور في علاقة بالموضوع الأمازيغي. هل هذا خبر يعني يمكن أن تعطينا تفاصيله؟ ونحن لا نعرف من دعا تحديدا ليفي، يعني نحن كمتابعين الشأن الإعلامي والأخبار وكصحفيين لا نملك مصدرا واحدا يؤكد من استدعى ليفي. أنت لك خبر، هل ممكن لك أن تذيع لنا الخبر بتفصيلي من الذي دعا ليفي إلى تونس وفي هذا التوقيت بالذات؟ من هذه الأسماء، من هذه الأطراف تحديدا؟ فقط لإنارة الرأي العام، يعني إذا كانت لك المعلومة. أولا يعني هناك أطراف عديدة في تونس تعرف سر هذه الزيارة. أنا لا أعرف، أنا صحفي وأنا لا أعرف. البيان الذي صدر لحظر النشاط السياسي للجماعات الليبية في تونس، يعني لا يصدر بيان عن الحكومة التونسية هكذا بكل، هو بيان واضح. يعني أنا لا أتحدث عن رد الفعل عن الحدث، يعني أنا أسألك عن الخبر تطبيق. أنت ذكرت أنه أتى بدعوة واضحة. ما مصدرك في هذا؟ يعني أنت تملك الخبر؟ أنا أريد أن أعرف حسب معلوماتك من الذي استدعى ليفي في هذا التوقيت إلى تونس، من وجه الدعوة؟ طبعا تواترت أنبانا جزءا من الحكومة التونسية أو الرئيس الدولة، والبعض تحدث عن أطراف ليبية، والبعض تحدث عن رجال أعمال. هل أنت لديك الخبر الثابت حتى تعلق؟ يعني أنرنا بالخبر إن كان لديك الخبر. تدقيقة من فضلك سيمون صوف. نعم أنا لا أتحدث. أنت تؤول. لا أتحدث سيمون صوف عن الموضوع هكذا بالمطلق، ولكنني أتحدث بناء على معلومات من أطراف ليبية. هي أطراف ليبية تؤكد أنه هناك لقاء متكون من شقين، جزء منها مع بعض القيادات
سلفية جهادية، والبعض الآخر مع جهات أمازيغية من أجل تحريضها على المشاركة في الأوضاع الراهنة في ليبيا والوقوف لمؤازرة طرف دون آخر. واضح الأكاديمي والأستاذ الجامعي سيد المنصف والناس، شكرا لي، كنت مباشرة معنا، شكرا. إذن سي المنصف قريب من الشأن الليبي، قال أنه بعض الأطراف الليبية أكدت له أنه وجود برنار ليفي في تونس كان لصالح ربما كما قال هو جماعات أمازيغية وأخرى سلفية. في نفس النقطة بعض الصحف الجزائرية تحدثت عن وجود تهديدات، عن وجود طائرات تحديدا ربما قد يستخدمها بعض المتطرفون لمهاجمة تونس أو الجزائر، والحديث عن تنسيق مشترك بين تونس والجزائر في هذا الصدد. تملك معلومات في هذا الصدد بشير، أو كيف تقرأ المسألة؟ يعني تونس الآن تعيش ثورة وانتخابات ووضع حساس، أيضا ليبيا وضعها مضطرب، كيف لتونس بهذه الديمقراطية الناشئة وخاصة في علاقة بين الانتخابات الرئاسية ودور الرئيس الحالي كضامن لاستقلال البلاد وأمنها وقائد أعلى القوات المسلحة في معالجة هذا الملف الشائك؟ وعودة لما صرح به الآن الخبر، اللي ما عرفش إذا كان المصادر اللي يعتمدها الدكتور، وإحنا نعتقد لمصادره في العادة لا يرقي له الشك، لكن أنا ممكن أطرح سؤال حول العلاقة اللي قد تكون بين سلفي بنغازي اللي معناها هدوا المصالح الفرنسية في أكثر من مرة، معناها وحتى السفارة الفرنسية في طرابلس معناها صار لها مسار، وبرنار ليفي يحمل جنسية فرنسية، وأنا مراش لي ممكن برنار ليفي رغم المساهمة اللي يعرفها القاسي والداني ليه في الثورة الليبية، مراش لي بمثل هذا الحجم. معناها برنار ليفي موش مفجر الثورة الليبية، قد يكون من المساهمين في أنه تنجح وكذا، لكن موش مفجر الثورة الليبية. أيضا قضية المجموعات الجبل الغربي، أنا هذا ممكن الأميل ليه، لأنه معروف القوى الغربية وخاصة الفرنسية في ليبيا وشغلها تاريخيا، معناها منطقة فزان وجنوب ليبي، هذا ممكن خبر يسمع إليه أنها تتفاوض مع الأمازيغ لأجل الدخول في العام السياسية أو لأجل مكاسب ما، هذا ممكن من الأشياء اللي ممكن حتى تاريخيا فرنسا مع الأمازيغ ومعنا عائلات معروفة بقربها وحتى ولائها للاستعمار الفرنسي، وأيضا مرتبطة بالحلم الفرنسي لإيجاد نافذة معناها على تشاد تطل على المتوسط، هذا معناها مفهوم. في علاقة بما ذكر حول الطائرات ومعناها الطائرات البتشدة اللي ممكن قد هذا سمعناه في أكثر مرة، لكن يجب على من يطرح مثل هذه التساؤلات أو مثل هذه الافتراضات أن نعرف الخريطة الليبية، معناها من يسيطر على الشرق، من يسيطر على الغرب، المطارات بيد من، معناها هذا كل يعين في أن نتجاوز بعض الفرضيات اللي غير ممكنة. معناها فما فرضيات، معناها الآن هذه الطائرات التي تقصف طرابلس مثلا هي الطائرات تخرج من الشرق، تخرج من طبرق، هذه القاعدة العسكرية يسيطر عليها خليفة حفتر، بعض القذائف التي وجدت في طرابلس وفتح تحقيق وممكن حتى سيرقى إلى المستوى الدولي، معناها من المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، في قذائف وجدت في طرابلس أي دكت بها طرابلس مصدرها غير ليبي، مصدرها دول مجاورة، بعضهم يتحدث عن الإمارات، بعض الآخر يتحدث عن مصر. أنا تقديري أنه هذا ممكن الأولى البحث فيه، تهديدات الدول المجاورة، موجة الردة، ما يحدث في طبرق وفي المنطقة الشرقية على الحدود المصرية. بشير، حتى تضمن تونس مصالحها في ظل هذا الوضع المتشابك والمعقد في ليبيا، تعتقد أنه النظام الرسمي في ليبيا لابد أن يمضي في خياره الذي يسلكه الآن وهو التعاطي فقط مع النظام الرسمي والدولة الليبية المعترف بها، أو مع جميع الأطراف ضمانا لمصالحه؟ يعني كما نعلم ليبيا ليس فيها جيش واحد، فيها جيوش، فيها ميليشيات، فيها قوة تحكم في الشمال، في الشرق، في الجنوب، كيف للرئيس القادم، الحكومة القادمة أن تتعامل؟ هو بناء على ما قيل قبل قليل الأستاذ منصف، مفهوم الدولة في ليبيا تقريبا غائب، يعني ليس هناك سلطة مركزية بيدها الجيش، يعني الحديث عن جيش أمر معناها بعيد على المواصفات والمعطيات الحقيقية، كل
تقريبا جهة أو كل معناها جهة قبلية عندها وجود. فضروري يعني نفهموا أنه الآن الدولة الليبية في حالة إعادة تشكل، هذا المعطى الأول. فالحديث عن جيش وطني وجيش مش وطني وكذا، هذا هذا في تقديري يعني تعتقد أنه مصلحة تونس أن تتحاور مع الجميع، أن تكون لها علاقات مع الجميع؟ أنا أول شيء ممكن الدبلوماسية التونسية تقوم به الآن وممكن مزيد تدعيمه، أنه عدم الاصطفاف وراء طرف بعين، لأن الاصطفاف وراء طرف بعينه مهما كان سيطرح مشكل. وهذا ممكن من الأشياء اللي صارت في 2011، وكان معناها الذكاء في التعاطي مع أكثر من طرف. يعني كان لو نذكره من الجنوب التونسي، كان القذافي يطرح أشياء ويطرح حتى حاجات عملية، والرسميين في الدولة يعرفون وطرح حتى الدخول إلى التراب التونسي والالتفاف، والثوار أيضا كانوا يطرحوا أشياء أخرى. فممكن الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف هو أسلم شيء لتونس، وهذا ممكن معروف في الدبلوماسية التونسية وهو معناها من القواعد. هذا لا يعني أنه عدم النظر إلى التوازنات، ضروري الدبلوماسية التونسية والرئيس القادم ضروري أن يفكر بجدية في أن تكون تونس مظلة حوار الليبي، لأنه المظلة قد تكون رسمية أيضا قد تكون مدنية. فضرورة الاستفادة من نجاح التجربة التونسية وما قد يكون وقع من إشعاع في ليبيا وفي غير ليبيا. نحن أحببنا وكرهنا يجب أن ننظر معناها عن يميننا وعن شمالنا، يجب أن ننظر إلى الدول التي بدأنا معها، إلى سوريا، إلى مصر، إلى اليمن، ماذا حصل وماذا سيحصل فيها وماذا سيحصل. يجب أن ننظر إلى هذه التجربة التونسية وتثمينها. خلينا نغلق قوس الشأن الليبي في دقيقة مع سليم بوخدير. سليم، هل تشاطر بشير الجويني الرأي كما قال أنه على الحكومة القادمة والرئيس القادم أن يقفوا على نفس المسافة من جميع الأطياف السياسية في ليبيا، أم أن يكون لها موقف اتجاه دعم الشرعية في ليبيا؟ صح، جميع الأطراف السياسية في تونس عليها أن تقف في منزلة واحدة للدفاع عن صحفيين تونسيين معناها لا نعرف عنهم شيئا في ليبيا، منهم الزميل سفير الشورابي، هما زوج زملاء يمثلوا قناة تونسيا فيرست ومشوا في مهمة صحفية ما نعرفوش عليهم حتى شيء، وتتواتر أنباء متضاربة. نتمنى أن يرفع اللبس ويرفع ترفع الضين عن زميلينا الصحفيين. هذه معلوماتي لحد الآن، أنا ما عنديش خبر على سفير الشورابي، إن شاء الله تجي أخبار طيبة. الموضوع الثاني هو أن الطيف الحكومي هذا القادم اللي هو مش يكون متداخل مع الطرف التشريعي ومش يكون متداخل مع الطرف الرئاسي اللي منعرفوش يكون صاحب الحقيبة، ومش يكون متداخل أيضا مع المجتمع المدني والسياسي بشكل عام، هذوما الكل مدعوين أنهم يخلوا استقلالية الرأي للشأن الليبي، لأنه ثم تقاليد دبلوماسية لا يمكن أننا نتجاوزها. ما نجموش نحن نكون مظلة للحوار، خاطر نحن عملنا خطأ مثلا في الورقة السورية في المربع السوري، جينا كنا طرف، هذا خطأ. الدبلوماسية لها قوانينها، هناك فرق بين موقفك الحقوقي، موقفك الإنساني، بين الدبلوماسية، الدبلوماسية هو تعامل رسمي بين دولة ما مع دولة أخرى، كما في الشأن المصري. في الشأن المصري يعني ليبيا سليم ليست سوريا، وحجم التأثير والتأثر بين تونس وليبيا أكبر. هذا ريزون دو بلوس، إذا أنت في الشأن الليبي عندك تجاذب بين قوى مختلفة، ما تعرفش الورقة اللي شكون راه، أنت امشي للرسميات، في الرسميات تعامل مع الطرف القائم وتعامل معه بشكل رسمي. تونس لا يمكن أن تكون حاضنة وتكون لاعب داخل الشأن الليبي. من هو الطرف الرسمي في ليبيا الآن؟ الطرف الرسمي هو اللي عنده تمثيل دبلوماسي نتعامل معه. قادرة ليبيا الأقدار الآن فيها ليبيا الآن قانونيا فيها قانونين ثلاث حكومات الآن، حكومة علي زيدان قانونيا ما زال سفير ليبيا في تونس. من يمثل من هذه الحكومات؟ سفير ليبيا في تونس يمثل الحكومة الموجودة في طبرق، والتي ليس لها والتي ليس لها سلطة على وزارة الخارجية الموجودة في طرابلس. حتى لو كان هناك يعني ضبابية طيب فما تداخل، لكن لا يمكن أن نكون نحن لاعب داخل الشأن الليبي. نحن نكون أنا أفرق جيدا بين أن نكون لاعبا في الشأن الداخلي لا يمكن أن نكون وهو أمر حتى بالحوار وهو أمر قتل. أول الشأن الدبلوماسي يقتضي تقاليد معينة ثابتة غير شأن الحقوق. أنت تتحدث كحقوق السياسي وأنا أتحدث ككاتب. يعني سليم ترى بأن تونس لا يمكن أن تلعب دور وساطة عندما يلجأ إلينا، فإن هذا يدخل في التقاليد الدبلوماسية. أما نحن الآن ثم حرب، ثم تبادل إطلاق نار، ثم آخر عام الحكومة. كل الوساطات التي تقام في ليبيا الآن الأجنبية تقام بمعناها على هذا من التقاليد الدبلوماسية، هذا على أراضي تونس ويساهم فيها كل الأطراف. مقارن هذا عيب. أنا أتحدث عن أمر آخر. أنا أتحدث عن أن نكون محضنا كدولة. ثم فرق بين المكان، بين أن تحتضن تونس اجتماعات بين فرقاء سياسيين من دولة أخرى شقيقة وجارة،
وبين أن تكون دولتنا طرفا في رسم أجندات لهذه الوساطات. نحن لسنا طرف، نحن ساعة ثم الغاز. أنا قلت أنا تونس قلت إيجاد خي ملف الإطار هذا ليفي ليفي كجال تونس. أنا قلت إيجاد أنا قلت إيجاد حكومة أنا قلت إيجاد خيمة. أنا لا أمثل الحكومة لكن قلت إيجاد خيمة لأنه الحوار. ولا لم أعترض على كلامك. لا الحوار الليبي عن تأويل كلامك. نعم رجاء هل نجم كمل فكرتي توضح طيب. لك إني أنا وياك ما نش مختلفين برش. أنا حين يأتي ليفي هذا اللي هو مش مجرد فيلسوف فرنسي، نعم هو لاعب هام حسب ما يتداول بشان، هو لاعب هام في الشان الإمارات إلا اليمني والشان المصري والشان يتداول. هذا نحن في المهنة متاعنا نؤمن بثقافة اليقين لا نؤمن بثقافة الظن، نؤمن بالخبر المقدس لا فقط. عندما يكون ليفي هذا إذا انطبقوا كلامك على زيارة لا الحدث المفصلي عشان تونس في الأمر هذا استكمال لكلامك تونس ليفي جاء إذا كلامك هكذا معناه هو جاء في إطار مبادرة قرار صائب. باردون تونس قررت حظر الأنشطة السياسية اللي بين المقيمين في تونس، تعتبروا يعني في علاقة بزيارة ليفي تعتبروا هذا القرار صائب؟ أنا ما أعتبروش، أما أنا نشم من هذا رائحة ماء يتأكد كلامي. هو أن يبدو أن الحكومة صديق السؤال موجه لي خلينا نجاوب 30 ثانية يبدو 30 ثانية يبدو أن هذه الحكومة أو حزب ما مهيمن أو طرف ما أو لست أدري ماذا أراد أن يتجاوز خطوط الدبلوماسية فحرك علاقات ما ربما لأهداف نبيلة. ثم بعد ذلك حين دخلنا في منطقة المحظور وأن يأتي ليفي هذا اللاعب الهام المجهول الأوراق وهذا الشخص الذي يمتلك أوراق خفية يبدو أنه في المشهد الليبي حين أتى وكان هذا في الظل حين انتقلت منطقة النور انتقل من منطقة الظل إلى منطقة النور وفي المطار صوروه كذا ويبدو أن هذا الطرف تراجع برمته. هذا الطرف الغامض اللي هو مؤثر ومهيمن في القرار الوطني في جزء من القرار الوطني ما نعرفوش هل ترى الحكومة هل ترى حزب ما هل ترى كذا وكعليش توا يتداول الأنباء في خمسة ثواني. يبدو أن تونس أرادت لعب دور قد يكون هو إيجابي بنية طيبة من أجل أن تكون فاعلة في الشأن الليبي من خلال الوساطات ومن خلال طرف من ماء من تونس. هذا الطرف عرف حجمه فتراجع سمح لليفي بالمغادرة والآن أصدر قرارا طرف التسمية هذا الطرف سليم ما نعرفوش خاطر نحن عندنا فقر في الحقيقة في أنت أنا سألته سؤال رواه خبرا قال لي بعد مش خبر قال لي تأويل سي منصف والناس قلت له خبر هذا ثابت قلت له ما نستدعي ليفي ربش يجي الأرض فقط معلومة يظهر ليفي مش حط ساقه في الأرض التونسية من أجل مهمة ما يجب أن يكون هذا بعلم الدولة التونسية مستحيل يكونش بعلم الدولة التونسية. الدولة التونسية لها ثلاثة رئاسات أي رئيس فيهم أو حزب مستقبلي ممكن يدير تونس لكن الدولة نفت علم هذا الحكومة ورئيس الناس كل نفت أنت كصحفية الآن هل تستطيع أن تروي بعد 10 أيام أو 15 يوم من زيارة 10 أيام تقريبا من زيارة ليفي من الطرف الذي استدعى؟ نحن لا نمتلك الحقيقة هناك غياب لليفي وغياب الحقيقة يمكن أن يمتلك الحقيقة لما يودي للتأويل هو يمتلك الحقيقة الحقيقة النسبية لا الحقيقة الخبر نقصد لا لا الخبر الصحفي ما فيش نسبيات نعم في ثم خبر ولا ثم نفي هو ليفني زار تونس وغادرها وهذا طبعا أمر معناها أثر من دعاه ومن أطرده أثر ما أثر. أنا أعتقد أنه من صالح من الصالح أو من الجيد لأن نقف عند أحجية ليفني ومن دعا ليفني ومن لم يدعه. انا اعتقد انه هذا امر مفروض نحن لسنا ضد قدومه من عدمه امر لا نعلق نحن نريد نعرف من دعا حين نعرف من دعا سنستطيع ان نكمل. فاعتقد انه ما قلته واضح هو توفير خيمه لانه هذا الحوار الليبي ادير في مصر ادير في مالطا ادير في اسبانيا ادير في الجزائر ادير في كل هذه العواصم ولا اعتقد انه من مصلحه تونس انه هذا الحريق الليبي اللي يتكلم الأستاذ سليم قبل قليل عن تكلمت على رائحة. أنا أعتقد أنه الحريق الليبي وهو قادم إلى تونس ننتظر أنه يأتي إلى تونس حتى نتحرك. أعتقد أنه يجب أن تكون دبلوماسية استباقية وكما أشرت قبل قليل دبلوماسية تقف على الحياد من جميع الأطراف دبلوماسية تضع السيادة التونسية. وأنا أرجع إلى القرار اللي سلت عليه قبل قليل هذا قرار سيادي عدم ممارسة الأطراف الليبية للسياسة على الأراضي التونسية هذا قرار سيادي هذا أقل ما يمكن أن يفعل. الآن الإخوة الليبيين مرحب بهم الحياد هذا تعتقد أن يجب أن يحكم السياسة الخارجية التونسية المستقبلية في جميع الملفات نذكر أن خص بذكر الملف السوري هل يجب أن تغلب يعني الدبلوماسية التونسية الحياد أم منطقة حقوق الإنسان؟ هو بالرجوع حاليا نعم. بين المرشحين للرئاسة من يدعو إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري مع نظام بشار الأسد. أنا تقريبا لم أستمع إلى من ينفي أو
معناها يرفض إعادة العلاقات مع سوريا. تقريبا هناك شبه إجماع على وجوب إعادة العلاقات إلى سوريا، والأسباب في تقديري في ظني معقولة وموجودة وكثيرة. ممكن ما يعاب على الفترة الانتقالية أنه الرئاسات كانت فيها تداخل كثير بين الثلاث رئاسات، كان أيضا رئيس الدولة اللي بالنظام المؤقت للسلطة العمومية معناها أكا فيه شوية تداخل مع بقية السلطة، وكان فيه تسرع أيضا لقطع العلاقات مع ليبيا بشهادة حتى بعض الأطراف من مؤسسة الرئاسة. أعتقد أنه من وجوب من واجب على الرئيس القادم مراجعة العلاقات مع سوريا، خاصة أنه الحالة السورية حالة أعقد ممكن مما توقعه الجميع، حالة فيها معناها من اللاعبين الإقليميين والدوليين. خلينا نسمع في أقل من دقيقة رأي سليم بوخدير في أقل من دقيقة العلاقات مع سوريا بين حقوق الإنسان، مراعاة حقوق الإنسان، وبين الحياد يعني والحفاظ طبعا على مصالح الجالية التونسية في سوريا. من الناحية المبدئية ومن الناحية المهنية صار حب نسجل كصحفي تونسي أنه ما ثماش مع حبي لكي واحترامي لكي أزهار ما ثماش حسن توزيع للحوار، هذا وجهة نظر تكون غلط. نقطة رقم اثنين، لا لا بالعكس، يمكن أنه أنت استأثرت بالحوار أكثر من بشير. أنا في توجيه الأسئلة ديما تدقي على مسألة الوقت لي أنا في أقل من دقيقة. عندي تسأل سؤال كبير وأنا طيب استغل هذا الوقت الممنوح طيب في الإجابة. سأستغل أنا بالنسبة لي الشأن التونسي ما عندوش علاقة فقط بالشأن القرار السيادي الوطني، في علاقة بالعلاقات الخارجية وحقيبة الخارجية هي متشعبة، كأنك تريدين أنت ترينها من الشأن الليبي ومن الشأن السوري فقط. أنا أرى أن الخارجية لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بالمبادرات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، لها علاقة بأجندات الشريك المتميز وما فاتورتها للشعب التونسي. لا يمكن أن نحصر العلاقات الخارجية في 30 ثانية وفي العلاقات بسوريا وليبيا ونتحدث لدقائق طويلة عن الموضوع الليبي، وأنا نتحدث عن طيب. عن الطرف المؤثر في المشهد الوطني بشكل عام. أنت مع دعم بشكل عام بشكل عام هذا شأن خاص، أنا أجيبك على سؤالك بسؤال هذا شأن خاص. أنت حصرت العلاقات الخارجية، عنوان الحلقة هي الديمقراطية التونسية في علاقاتها بالعلاقات الخارجية. علاقاتها الخارجية هي باللاعبين الحقيقيين الفاعلين في المشهد الوطني، ليس بالدور المفتعل الذي قد يكون محتملا أن نلعبه نحن في ليبيا أو سوريا. نحن لاعب صغير في المشهد. واضح. أنا حبيت عنا موجز. الحلقة هذه حبيتها تخصص إلى علاقتنا بالطرف الفرنسي، إلى علاقتنا بالطرف الأمريكي. سنفتح المجال بالتحديد فرص قادمة. نحن ركزنا بالذات على الشأن الليبي نظرا لقرب العلاقات وتأثيرها المباشر. قرب العلاقات بفرنسا أكبر. طيب سليم من يؤثر فيك؟ صحفي وناشط سياسي. شكرا لك دهنا الوقت. السيد بشير جويني بحث في العلاقات الدولية، شكرا لك. مشاهدينا نواصل برنامجنا في الجزء الثاني، سنخصص الحديث عن الاقتصاد وبرامج المستقبلية الحكومة الاقتصادية. نتابع الموجز لأهم الأنباء ثم نعود.